وللدورة 54 اللي تحتضن اليوم عرض أورفيل 2 اللي باش يكون موجود مش سور سين ولكن في أرجاء المركز الكل. والأكثر تفاصيل معنا علي ترابلسي اللي موجود سور بلاس. مرحبا علي. عسلامة. تحية ليك جيهان. تحية كيف السادة المستمعين. إذن نجم نقوله اليوم الانطلاقة الفعلية لمهرجان حمات الدولي في دورته 54 بعد تأجيل العرض الافتتاح والأسباب قاهرة. يعني اليوم الانطلاقة الفعلية مهرجان حمات الدولي بعرض البحري بن أحمد الكوريغراف المعروف برشا في تونس. عرض اسمه أورفيل 2 بعد الأورفيل يجي الأورفيل 2 اليوم المهرجان حمامات الدولي تقريبا. والعرض انطلق عنده 3 دقائق لهنا في المركز الثقافي الدولي في الحمامات. انطلق من الجردة في سباس حلو برشا بحضور جماهيري زادا نحب نقولوا اللي نجم يخلط خطر الدخول مجاني اليوم وفرجة مضمونة لهنا في المركز الثقافي الدولي بالحمامات أورفيل 2. أعطينا فكرة على الحضور علي. الجمهور موجود متواجد بكثرة. قاعد يدخل موجود الجمهور قاعد يدخل العرض كما قلت لك انطلق في الجردة لهنا في الاسباس حلو برشا موجودة يعني حتى العائلات الشباب مختلف الشرائح العمرية لهنا في المركز الثقافي الدولي بالحمامات. نحكيو شوية على برمجة العروض الراقصة مع شاكر رماح اللي موجودة بجنبي توا شاكرة في التجربة جديدة ونبدأ اليوم أورفيل 2. مرحبا بك. اليوم تنطلق كما قلت يعني للبرمجة الفعلية بعد عرض الخوف اللي ما تعديش للأسف الشديد. فدونك عنا اليوم أورفيل 2 بعد عنا الهربة بعد نحكي على الرقصة عنا ريكزيستانس بنوي الاسكندراني عنا لامي دو لا دانس مع مش في لا غراند سين في الجاردان مع عماد جمعة سولو مع بنات فصلة اللي انا شكون اللي هلا فاتوم الكوريغراف فرانكو تونيزيان وعنا ان تري تري بو سبيكتاكل زاده من اسبانيا بيان سور مهرجان حمامات ومفتوح على يعني العروض الاجنبيه. دونك عرض كاتدرال لباتريسيا غيريرو سان سبيكتاكل دو 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 دانس فلامينكو تري مودرن تري. الفكره هي الانفتاح شاكره كي نشوفوا اليوم يعني العرض هذا انطلق من الجرده من سباس حلو كيما هكا يظهر لي الفكره الانفتاح على المركز بكله اليوم. بيان سور هو استغلال المركز يعني فماش كان لا كونتين بالعكس يعني المهرجان يعطي يحط المركز في اون ايفيدونس يعني اون فالور دايوغ لو سبيكتاكل غدوه نتاع غادي زغبيني الهربة باش يكون في دار سيباستيان. دونك ولي سبيكتاكل نتاع لا جون في لا مور باش يكون في لي جاردان كيما لي دو سبيكتاكل لي زوتر سبيكتاكل دو لا دونس. دونك فماش كان لا كونت سين المركز كله هو تابع الفستيفال والفستيفال تابع المركز دونك كله يصب في بعض. دونك فوالا هذه الفكره نحكيو بشويه خاطر كرياسيون جيهان دونك لهنا العباد كله مركز على العرض هذا على يعني الكرياسيون اللي باش يخلقوها ال 21 شاب وشابه من تونس من سويسرا من روسيا اليوم بقياده البحري بن احمد. دونك امبيونس مزيانه برشا لهنا في الحمامات وقاعدين نلاحظوا انهم بداوا يتحركوا وبداوا دونك هذا هو الامبيونس. اعطينا فكره علي على الانطلاقه كيفاش كانت كلهم موجودين مع بعضهم ال 21 راقص والا كيفاش كانت البدايه؟ ما كانوش كلهم موجودين مع بعضهم بداوا يعني جروبات اصلا انه الفكره انهم ما يكونوش موجودين مع بعضهم الفكره انهم يكونوا متشتتين ما تعرفش انت يعني الكوريغراف او وين موجود بالضبط كانوا يعني دويل بيناتهم الكل ثم يعني اللي بالدربوكه ثم اللي بالجيتار ثم رقص ثم برشا حاجات مزيانه لهناك نقولوا جيتار ودربوكه يعني ثم مزيج من الالات فوالا يعني مزيج من الالات الموسيقيه مع الرقص اللي هو يعني غذاء للروح خلينا نقوله. دونك هذا اليوم موجود في أورفيل 2 في الحمامات في العرض الاول وانطلاق الفعالية لمهرجان حمامات الدولي في انتظار انه نرجع لك باكثر تفاصيل جهه. فوالا ميرسي بوكو ليك علي ترابلسي موجود سور بلاس. مهرجان الحمامات الدولي اللي انطلق فعليا اليوم 10 جويلي 2018 بعرض أورفيل 2 البحري بن احمد. العرض كما قلنا موجود في لي جاردان باش يتنقل بكم في المركز الثقافي بالحمامات كما كانت توضح لنا شكل الرماح المشاركه في البرمجه السنه بالنسبه للدوره 54. مش هذا العرض الوحيد اللي باش يخرج على القواعد ومش باش يكون موجود على المسرح فما عديد العروض الاخرى اللي باش تقدم في دار سيباستيان فما منها اللي باش يتقدم في لي جاردان اللي موجودين في سنتر كولتوريل دار سيباستيان حمامات. اكثر تفاصيل على عرض أورفيل 2 نرجعوا نشوفوا الاجواء كيفاش باش تتحول خاصه انه سبيكتاكل هذا فيه عديد المفاجات العارضين ولا لي دانسور قاعدين يتنقلوا من مكان للاخر هما والعازفين في نفس الوقت باش ناخذوا اكثر تفاصيل من بعد شويه مع علي ترابلسي اللي موجود سور بلاس ونذكركم الناس الكل من جديد العرض اليوم مجاني واللي موجود قريب هكا في لي زانونتور دو حمامات ينجم يخلط على العرض مازال متواصل انطلق عنده تقريبا 5 أو 6 دقائق من توا واحنا ماشيين معكم في لا فيستا خليكم بيان برونشي معنا واسمعوا تو سويت مريم فارس.